تم بعون الله اليوم افتتاح هذا المشفى الذي يضم اختصاصات نوعية مكملة لمشافي المنطقة الموجودة هنا برعاية مديرية صحة إدلب وعن طريق الدعم وإشراف ومتابعة من منظمة بركة الإنسانية. نشكر كل من ساهم على من ومن قام على هذا العمل. يضم المشفى حاليا غرفة إسعاف وغرف قبول مرضى وعناية مشددة. بما أنه هدفنا هو تفعيل اختصاصات غير موجودة في المنطقة فضمن الأهداف وحدة غسيل كلي وممكن أنه مركز تغذية أو عناية مشددة وعناية قلبية. نتمنى من الجميع الاستمرار والمثابرة في الدعم والإشراف والمتابعة لنا وبارك الله بكم جميعا وجزاكم الله عنا وعن أهلنا كل خير.